هنروح بس للنيجر ومعانا الكابتن ياسر لبيب رئيس جهاز كره اليد بنادي الاهلي. الف مليون مبروك يا كابتن ياسر. الله يبارك فيك. ازيك يا كابتن هيثم؟ ومبروك للنادي الاهلي وكابتن محمود الخطيب ومجلس الاداره جميعا اللي هم ادونا الدعم كامل عشان نوصل للي احنا وصلنا له دوت. يعني الحمد لله الحمد لله الفرقه كانوا رجاله النهارده وكانوا الناس كلها على مستوى المسؤوليه وقدرنا الحمد لله نكسب مباراه كنا محتاجينها، مكسب كنا محتاجينه بحيث ان الفرقه دي تبقى يعني في الفتره اللي جايه تبقى على طريق الانتقالات ان شاء الله. الف مليون مبروك يا كابتن، فرحتوا جمهور النادي الاهلي النهارده. يعني يمكن الشوط الاول شهد يعني تاخر وبعد كده الرجال كان قادر المسؤوليه وعوضوا فوزنا في الشوط الثاني. ان شاء الله احنا كده هنشارك في كاس العالم يا كابتن ياسر. ان شاء الله، ودي برضو من الحاجات الجميله في الوقت ده. معلش انا مش فاهمها كويس لان الفرقه طبعا حضرتك عارف الدوشه يعني. طبعا. يعني يمكن احنا غبنا فتره طويله عن الانتصارات ووصول لكاس العالم، فدي طبعا كان انتصار مهم جدا للمجموعه دي. كابتن انتوا في الاتوبيس دلوقتي راجعين من الملعب على الاوتيل صحيح؟ راجعين على الاوتيل ان شاء الله. طب انتوا راجعين من السفر امتى؟ رحله مواعيدكم رحلتكم ولا بعد نهايه بطوله ابطال الكؤوس هترجعوا؟ يعني امتى عودتكم للقاهره ان شاء الله؟ احنا ان شاء الله يوم 20. يوم 20 باذن الله ان شاء الله. يعني نكون يعني منتظرينكم ان شاء الله يعني يعني بالاحتفالات باذن الله، وان شاء الله التوفيق في البطوله كمان. احنا يعني نتمنى ان شاء الله نرجع بكاسين من هناك. طب كابتن ياسر، يعني في حد من اللعيبه جنبك نقدر نكلمه؟ كابتن ياسر اتفضل يا كابتن. ايوه اسلام، معاك اسلام هو كابتن الفريق. كابتن اسلام حسن يعني كابتن الفريق ونجم اللقاء النهارده، الف مليون مبروك. الله يبارك في حضرتك. الحمد لله رب العالمين، مبروك علينا كلنا الحمد لله. يعني يا كابتن النهارده يعني الشوط الثاني بالاخص شهد اداء رجولي، شهد اداء كمان وتركيز وتغيير النتيجه. يعني انت النهارده كان ليك دور كبير كابتن اسلام، يعني كلمني عن اللحظات الحاسمه في المباراه يا كابتن اسلام. الحمد لله رب العالمين. طبعا الفرقه يعني الفرقه احنا قلنا من الاول ان هي بتتكون، كنا الحمد لله رب العالمين ان احنا وصلنا في الماتش ده ان احنا كل الفرقه كانت مركزه جدا قبل الماتش وتوعدنا ان احنا هنكسب الماتش ده باي طريقه، وربنا كرمنا الحمد لله. مباراه مهمه جدا مؤهله تسع من ده، وربنا كرمنا الحمد لله ان احنا يعني كنا متوفرين الموسم ده، والحمد لله رب العالمين على كل شيء. كابتن اسلام، يعني البطوله الافريقيه لابطال الكؤوس برضو يعني جمهور النادي الاهلي يعني بيطالبكم بيها، وان شاء الله انتوا قدها يا كابتن اسلام. اكيد اكيد احنا هنتفضل على كل الحاجه في ايدينا ان شاء الله وربنا يكرمنا بيها، لان احنا ربنا شايف الاول ان احنا بنتعب وبنعمل شغلنا كويس جدا، والمدرب بصراحه والجهاز وكل حاجه والنادي وحتى الجماهير الحمد لله كل ما فيش حد مقصر في حاجه وبيدعمونا، وربنا كرم الحمد لله البطوله دي ومش هتبقى اخر بطوله ان شاء الله. الف مليون مبروك يا كابتن اسلام النهارده يعني، وان شاء الله من بكره نبدا نركز تاني ان شاء الله. ان شاء الله يا كابتن اسلام، وكل التوفيق ليك وكل اللاعبين، وسلامنا للاعبين ونقول لهم ان انتم فرحتونا النهارده وفرحتوا جمهور النادي الاهلي كله. شكرا جزيلا كابتن اسلام حسن كابتن الفريق، وكابتن ياسر لبيب رئيس الجهاز بشكركم شكرا جزيلا، فرحتونا وكل اللاعبين، وان شاء الله بالتوفيق في بطوله ابطال الكؤوس اللي هتنطلق بعد يومين ان شاء الله، ونرجع بكاسين ان شاء الله وتبقى يعني عوده لانتصارات كره اليد.